السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندسة سماء محمد. رقم تليفوني 977-25-142. هشرح لكم مادة ميكانيكا التربة، soil mechanics. مادة تخص طلبة مدني وطلبة عمارة. أول جزء كده من شابتر 1 بيتكلم عن الخواص الفيزيائية للتربة، physical properties of soil. بنتكلم عن التربة في الحالة الطبيعية بتاعتها، في ال natural state. بتتكون من ال solid parts وال water، يعني الأجزاء البينية دي بتبقى مية وبتبقى هوا، يعني بتتكون من الحبيبات والمية والهواء، water و air و solid. التربة لما بتكون مية بس بتبقى تربة مشبعة، بتبقى saturated. التربة لما بتكون هوا بس بتبقى تربة جافة، بتبقى تربة دراي. التربة لما بتبقى هوا ومية مع بعض بتبقى تربة مبللة، بتبقى تربة wet أو moisture. يعني التربة في الحالة الطبيعية بتاعتها بتبقى موجودة فيها الحبيبات والمية والهوا. عشان نطلع بقى الخواص الفيزيائية في التربة بنرسم حاجة اسمها بريزم، يعني بنرسم زي عينة للتربة فيها أجزاء كده، يعني جزء كده بنرسمه بيبقى الجزء اللي تحت ده بيبقى جزء اللي هو السوليد، وده بيبقى جزء اللي هو الووتر، وده بيبقى جزء اللي هو الهواء. نمسك بقى البريزم ده ونحط عليه حجوم وأوزان، نحط عليه حجوم أجزاء التربة وأوزان التربة. يعني هو هنا كده، بنعمل هنا كده solid، بنعمل هنا كده ايه water، وبنعمل كده هنا air، ونحط عليه مجموعة حجوم volumes، ونشوف بقى الرمزيات بتاعتها. انا عندي هنا الفوليوم يعني للاير في اي، وللووتر في دبليو، وللسوليد في اس. الفي اي والفي دبليو اللي هي الهواء والمية، اللي هي جزء الفراغات عندي اللي هو بيبقى ايه الفي في اللي هو في فويدز. الفي هنا يعني فويدز. ال VA وال VW وال VS ده بيبقى عندي V total اللي هو الحجم الكلي عندي في التربة. هنحط هنا شوية أوزان، هنا لل Air WA، وطبعا مفيش عندنا هنا وزن خالص للهواء، يعني القيمة دي على طول عندي بزيرو. الووتر W W، للسوليد W S. ال W A وال W ووتر عندي اللي هو ال W V المفروض، يعني ال W V عندي هي ال W W. ال W T W S وال W W وال W A، يعني ده الوزن الكلي اللي هو WT. يعني انا عندي 3 اوزان وخمس حجوم، ممكن اكتبهم احسن. يعني انا عندي هنا وزن سوري حجم المية في دبليو، حجم الهواء في اير، حجم المواد صلبة في اس، حجم الفراغات
فراغات في في الحجم كلي في تي. للأوزان بقى، وزن المية دبليو دبليو، وزن الهواء دبليو اير اللي هو زيرو، وزن المواد الصلبة اللي هو الدبليو اس، الوزن الكلي اللي هو الدبليو تي. طيب تمام قوي كده. من خلال البريزم ده هنعرف نطلع خواص التربة. الخواص الفيزيائية للتربة، أول خاصية عندنا اللي هي نسبة الفراغات اللي هي ال void ratio، بيرمز ليها بالرمز E، نسبة الفراغات. لازم نعمل 3 حاجات عشان نعرف نحل المسألة كويس. لازم نكتب القانون ونرسم البريزم اللي ليه علاقة بالقانون اللي احنا كاتبينه. يعني هنا عندي الـ E بتساوي الـ VV على الـ VS، يعني نسبة حجم الفراغات إلى حجم المواد الصلبة. يعني لو ما نيجي نحطها على البريزم كده، عندي هنا الاس وعندي هنا الدبليو وعندي هنا الهواء، الفي في والفي اس، يعني نسبة حجم الفراغات الى نسبة الى حجم المواد الصلبة عندي، هيطلع لي نسبة الفراغات. ايه هي القيم اللي المفروض تطلع لي بيها نسبة الفراغات دي اللي هي الـ void ratio؟ يعني اعرف انا الصح ولا غلط في المسألة. لو رقم مثلا طلع لي اعرف انا صح كده ماشية صح ولا غلط. الـ E عندي يا اما بتطلع قيمتها من 0.5 ل 0.8، ده في حالة ان التربة تبقى رملية. لو التربة عندي رملية هيطلع لي قيمها من 0.5 ل 8، هيطلع لي قيمتها من 7.1 ل 1.1 لو التربة عندي طينية. اذن الـ E عندي قيمتها تتراوح من 0.5 ل 1.1 عموما. يعني لو في واحد مثلا في الامتحان هيقول ايه، انا والله العظيم انا طلعت الاي دي بألف وخلاص. لا، الألف ده كده قيمة غلط طبعا، لان انت هتكون عارف القيم اللي المفروض تطلع لك بيها الاي. طيب تمام قوي كده. ناخد تاني خاصية اللي هي خاصية البروسيتي اللي هي الان، بيرمز ليها للان اللي هي المسامية. المسامية عندي في في على الفي توتال، حجم الفراغات نسبة حجم الفراغات إلى حجم الكلي. هنرسم البريزم الخاص بالقانون اللي هيسهل لي القانون شوية. عندي ال S وعندي ال W وعندي ال A، عندي هنا ال V V نسبة حجم الفراغات، وعندي الحجم الكلي ال V. يعني عندي ال N عندي
هي نسبة حجم الفراغات إلى الحجم الكلي. عندي قيمة ال n هنا على طول تتراوح ما بين الزيرو للواحد. طيب هنا مفيش حد يجي يقولي وهل ينفع ال n عندي هنا تبقى أكبر من واحد؟ طب تعالى نشوف هنا كده، ال n عندي قلنا ان هي بتبقى في في على ال في تي. طب انا لو انا قلت ايه ينفع ال n تبقى أكبر من الواحد؟ تعالوا نجرب كده، يعني ال n هنا مثلا وليكن تبقى 2، يعني قيمة ال في في لازم تبقى أكبر من ال في تي عشان تطلع لي القيمة 2. وهل ينفع حجم الفراغات اللي هي ال في في يبقى أكبر من حجم الكلي؟ يا سلام، ازاي ده؟ ده حجم الفراغات جزء من الحجم الكلي، يعني استحالة يبقى أكبر من ال في تي، يعني استحالة تبقى القيمة دي أكبر من القيمة دي، عشان كده ان ال n استحالة تبقى أكبر من الواحد، يعني ال n دايما تبقى ما بين الزيرو للواحد. تالت حاجة، تالت خاصية عندي اللي هي ال degree of saturation، دي تالت خاصية فيزيائية للتربة عندي اللي هي ال SR اللي هي درجة التشبع، اللي هي القانون الخاص بيها هنا ال SR VW على ال VV، نسبة حجم المية إلى حجم الفراغات. نرسم نسبة حجم المية إلى حجم الفراغات. نرسم البريزم اللي يوضح لنا شوية الخاصية دي، ال SW على ال A، يعني ال VW نسبة الجزء ده للجزء ده VV، يعني هي النسبة ما بين حجم المية لحجم الفراغات الموجودة في التربة. طيب قيم ال SR ايه؟ ال SR عندي بيكون في حالة ثلاث أرقام، يعني ليه ثلاث قيم، يعني هنا هنقول ال SR عندي ال VW على ال VV. ال SR يا اما بتبقى بزيرو، وفي الحالة دي لما تكون ال SR بزيرو بتبقى ال VW بزيرو على ال VV، عشان كده لازم تطلع زيرو، يبقى مفيش مية، يعني عندي البريزم بس بيبقى هواء ومواد صلبة، يعني التربة هنا عندي جافة دراي. يعني لو حد قالك في المسألة ان ال SR بزيرو تبقى عارف ان التربة جافة على طول. ال SR بقى تاني قيمة ليها بتكون 100%، او اللي هو الواحد، قيمة الواحد، يعني ال SR لما تبقى بواحد ال VW ال VV، ال VW تساوي ال VV، يعني التربة عندي يعني W و S، مية وصل، يعني مفيش هواء، عندي المية هي هيها نفس حجم الفراغات، يعني الفراغات كلها عندي مية، يعني مفيهاش هواء،
عندي حجم المية هو هو نفس حجم الفراغات، يعني الفراغات عندي كلها مية بس مفيهاش هواء، يعني التربة عندي مشبعة saturated. تالت قيمة ال SR، ال SR دي بتبقى في الحالة بقى الطبيعية بتاعتها من 0 لـ 1، يعني التربة فيها الثلاث أجزاء بتوعها الطبيعيين اللي هو ال S وال W وال A، يعني دي تربة مبللة wet soil. طيب سؤال بقى هنا، هل قيمة ال SR ينفع تبقى أكبر من الواحد؟ طب تعالوا نشوف كده هنا ال SR، نفتكر ال SR هنا ال VW على في في، يعني لو جربنا كده ال SR دي بقت باتنين، يعني المفروض ال VW تبقى أكبر من ال VV. ال VW أكبر من ال VV، يعني حجم المية يبقى أكبر من حجم الفراغات، وأصلا يعني حجم المية جزء من حجم الفراغات، يعني حجم الفراغات هو اللي المفروض يبقى أكبر من حجم المية مش العكس، يعني استحالة ده يحصل، يعني استحالة ان ال VW يبقى أكبر من ال VV، يعني استحالة تبقى ال SR قيمتها أكبر من 1، يعني ال SR دايما عندي قيمتها بتتراوح من 0 لـ 1. شكرا جدا 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 لحضراتكم، أتمنى تكونوا استفدتم من اللي أنا قلته. شكرا، السلام عليكم.